إذن في إربد الطريق الرابط بين منطقة إيدون ومنطقة جحفية المعروف بوادي الغفر يعاني من مشاكل متكررة في حوادث المرور التي أسفرت عن خسائر بالأرواح والممتلكات، رغم توسعة وتعبيد وإضاءة هذا الطريق التي قامت بها وزارة الأشغال العامة مؤخرا، بالإضافة إلى معالجة بعض المنعطفات الخطيرة، إلى أن الحوادث ما تزال تحدث بشكل مستمر، وآخر هذه الحوادث كان قبل يومين. سائقو المركبات يعانون من خطورة الطريق ووجود منعطفات حادة تؤدي إلى انحراف السيارات عن الطريق، خاصة أثناء السرعات العالية، مما يشعرهم بفقدان السيطرة. الطريق يتميز أيضا بطلوع حاد من جهة إيدون وآخر من جهة المزار، مما يستدعي ضرورة إنشاء جزيرة وسطية لتحسين السلامة بحسب المواطنين. التفاصيل نتابعها في التقرير التالي. تشهد الطريق الواصلة بين منطقة إيدون ومنطقة جحفية في وادي الغفر حوادث مرورية عديدة تؤدي إلى خسائر بالأرواح والممتلكات. الطريق التي تخدم 5 ألوية في محافظة إربد قامت وزارة الأشغال مؤخرا بتوسيعها وتعبيد وإضاءة الطريق ومعالجة بعض المنعطفات الخطرة، إلا أنها ما تزال تشهد حوادث مرورية آخرها أول أمس. طريق وادي الغفر دائما بصير عليه حوادث لانه لا موجود فيه مطبات ولا موجود توسع على الشارع. المفروض هذا الاشي يصير لانه تقريبا يوميا بصير عليه حوادث. احنا دائما هذا الشارع بصير عليه حوادث كثير. ليش؟ لانه المقاول لما اعطوا توسع على الشارع قبل عدة سنوات كان شغله غير مناسب بالشكل الصحيح، بحاجة لقوالب ريجنسي يكون على جناب الطريق وليس القالب الحديدي هذا. بنفس الوقت توسعته ضرورية ويكون في جزيرة وسطية هذا الشارع. فهذا الشارع من الشوارع المهمة اللي بربط لواء الكورة، بربط لواء الطيبة، بربط لواء المزار. ويشكو سائقو المركبات من خطورة الطريق ووجود منعطفات حادة، علاوة على وجود طلوع حاد من جهة إيدون وآخر من جهة المزار، حيث يطالبون بإنشاء جزيرة وسطية. اولا هذا الطريق اللي بيمثل وادي الغفر احنا بنسميه، هو بيمثل الطريق اللي واصل بين المزار وقرى جحفيه وهام وغرب اربد باتجاه اربد. الطريق هو وادي يعني نزول سحيق جدا وفي انحدار شديد وحوادث كثير بتصير هون. سبب الحوادث برايي انا يعني الشخصي انه تجاوز الخاطئ. الطريق بيكون تجاوز بالجهتين، هو مسرب واحد يعني يفترض يكون مسرب واحد في كل اتجاه، لكن بصير تجاوز سواء من الجهه اللي رايح باتجاه اربد او الاتجاه اللي راجع من اربد باتجاه القرى. فهذا السبب الرئيسي، بالإضافة للسبب الثاني اللي هي القلابات اللي بتحمل رمال وبتحمل أشياء بتكون فيها دائما بتكون مش مغطية، فدائما بتكون في رمال على الطريق، ومع الكيرفات الموجودة اللي بتكون كيرفات شديدة فأحيانا بتنزلق السيارات وللأسف بصير حوادث. فبرأيي أكثر أسباب هي التجاوز والكيرفات الخطيرة جدا والرمال الموجودة على الشارع. سيدي هذا بالنسبة للوادي هذا بلا مؤاخذة الشارع خطر فظاعة يعني مش شوية. المفروض انه بلا مؤاخذة اي مسؤول اي وزارة اشغال او بلديات بغض النظر مين هي الجهة المسؤولة عنه، المفروض انه يشوفوا لها حل الصحيح، مطبات اي حل هم بيشوفوه الانسب، لانه اقول حوادث عن الصحيح قاتلة. سنوات والطريق تشهد حوادث مرورية والحد منها يتم من خلال معالجة بعض المشاكل الفنية، الا ان السائق مطالب ايضا بالالتزام بقواعد السير لحماية نفسه والآخرين. زياد انصارات، رؤيا. إذن مشاهدينا تابعنا من خلال هذا التقرير المشاكل التي يعني يتسبب بها هذا الطريق الخطير بحسب المواطنين، وأيضا هناك يعني مطالبات عديدة لإصلاح هذا الطريق لتجنب حدوث المزيد من الحوادث. للمزيد حول هذا الطريق ينضم إلينا من محافظة إربد مراسل رؤيا من هناك زياد انصارات. أهلا بك زياد. إذا زياد، منذ متى يعاني المواطنون في محافظة إربد وسالكو هذا الطريق تحديدا من خطورة هذا الطريق، ومنذ متى تتكرر الحوادث على طريق إربد أو إيدون جحفية؟ خلاص يعني هذا الشارع له تاريخ طويل بالحوادث السير، وهذا منذ عشرات السنين. هذا كان سابقا شارع رئيسي قبل ان يتم مع التطور وتوسع مدينه اربد فتح شوارع اخرى، كان هذا الشارع الرئيسي والوحيد الذي يربط مدينه اربد بهذه بخمس الويه تقريبا، هي الطيبه والمزار الشمالي ايضا الوسطيه وبني عبيد.
هذا الطريق وهو طريق رئيسي كما قلنا، كان سابقا عليه حوادث أكثر بكثير مما تشهده هذه الأيام. يعني نحن خلال إعدادنا هذا التقرير وقع 4 حوادث سير. سابقا كان يتم يوميا للأسف حوادث سير على هذا الطريق. هذا الطريق كما قلنا هو حيوي ونشط، ولا توجد جزيرة وسطية تفصله. وزارة الأشغال العامة عبر مديرية أشغال إربد قامت قبل سنوات بتوسيع الشارع وإضاءة الشارع وتوسيع بعض الجوانب وإزالة بعض المنعطفات الخطرة، إلا أن المشكلة استمرت لكن بشكل أقل من الماضي. المشكلة لا تزال موجودة. معنا الآن عضو مجلس بلدية الطيبة الأستاذ محمود. تفضل أستاذ محمود، أنت عضو بلدية وفي نفس الوقت أحد سالكي هذه الطريق، احكي لنا إيش المشاكل وبرأيك إيش الحل؟ سيدي السلام عليكم. أولا هذا الطريق أنتوا تحركتوا كوسائل إعلام وصحافة، تحركتوا بعد ما صرتوا أنتوا تشوفوا على أرض الواقع كل يومين حادث مأساوي، سواء تصادم أو تدهور. السيارات بسرعة جنونية هون بالقيادة، يفتقر لعناصر السلام المرورية. شايف أنت الشارع ولا لوحة إرشادية موجود أنه في منعطف خطر أو لا؟ في بداية الشارع موجود، بداية الشارع موجود، بداية الشارع. أنا إيش بدي بداية الشارع ما دام أنا في عندي هون أنا منحدر ومنعطف خطر جدا. السيارات يعني بسرعة جنونية تتفاجأ بالانحناء خاصة في هذه الزاوية. زادت هذه الحوادث منذ السنوات العشر سنوات الحالية، نظرا للتوسع العمراني والسكاني وإحياء تلك المنطقة اللي بتخدم ألوية غرب إربد، الطيبة، الكورة، الأغوار والمزار الشمالي. يبدو على ما يبدو أن مسؤولينا غير مكترثين للحوادث التي تحدث أسبوعيا هون، وأنا متأكد أنه يعني ما راح يتحركوا المسؤولين عندنا ولا الوزراء هون إلا في حال إذا صار لا سمح الله حادث وراح فيه ضحايا هون. يعني أنا وزارة الأشغال قبل سنوات قامت بإغلاق الطريق لمدة عام كامل تقريبا، وتم توسيع الشارع وتم إنارة الشارع أيضا. ألا يوجد أيضا يعني على المجالس المحلية، ألا يوجد على المواطن حق؟ سيدي هون الكرة الآن راح الوزارات صارت تتملص من ملاحظات وشكاوي المواطنين، صارت ترمي العبء والحمل على مجلس المحافظة اللامركزية لعدم توفر مخصصات ومالية في الوزارات. فصارت أكثر من التوسع إيش ممكن يعملوا؟ ممكن تركيب كاميرا. أنا بقول تركيب كاميرا تفي بالغرض، يعني ببطل بتحد من السرعات. وإذا ما كان أصلا في عنا وازع إحنا داخليا، إحنا كسائقين وكمواطنين بنرتاد هذه الطريق يوميا، إذا ما كان في عنا أنه نمشي شوي شوي ونتبع التعليمات راح تظل الحوادث حتى لو بوجود كاميرات. شكرا. للحديث أكثر عن موضوع اللامركزية وتخصيص الأموال لوزارة الأشغال معنا عضو اللامركزية أستاذ، بس تكون هنا حضرتك عضو اللامركزية وعضو قديم بمجلس المحافظة. الأشغال تفتقر إلى دعمكم، يعني أنتم تدعموا قطاعات على حساب قطاعات. نحن الآن في شارع بحاجة إلى فنيات وبحاجة إلى كما قلنا إلى بعض الأعمال الفنية. أنتم كلامركزية كيف بتخصصوا الأموال لهذه المشاريع أو لهذه الطرق؟ بسم الله والصلاة والسلام. طبعا نشكر إدارة قناة رؤية على تصليد فعلا، يعني الأمانة يعني الآن باعتبار هذا الشارع الآن أصبح ترند للأسبوع الماضي من خلال الحوادث التي ارتكبت عليه. والآن يعني نشكر قناة رؤية اللي فعلا يعني هي بتتابع ما يستجد على أرض هذا الوطن. بداية هاي أولا. ثانيا الآن كمجلس محافظة نحن يعني الآن يعني منفتحون جميعا في مشاريعنا وفي موازنتنا مع جميع المديريات. الآن يعني بالنسبة للشارع هذا للأمانة شارع حيوي يربط تقريبا يعني يمر عليه أهم السيارات ومنها الدفاع المدني. الآن يعني المرضى عندما يريدون أن يذهبون إلى مستشفى الأمير راشد، يعني الآن للأمانة هذا الشارع مع ربطه مع شارع علمية الآن أصبح كثير طريق سهل وسريع، وخصوصا الآن المرضى في الإمبالانس بحاجة إلى كل ثانية وكل دقيقة بحيث يوفر وقت للأمانة. بعيدا عن الشكر وبعيدا عن الملاحظات، نتحدث عن الأموال. أنت
اللامركزية مهمتهم تخصيص الأموال. العزيز يتم تخصيصها بناء على طلب المديريات. الآن لم يتم من مديرية أشغال محافظة إربد طلب تخصيص لهذا مبلغ لهذا الشارع لحل مشكلاته. الآن إحنا الآن يعني هناك يعني نوعين من التخصيص، إما بكون اجتهاد شخصي من عضو مجلس المحافظة في منطقته، وإذا يعني كان مطلع على المشكلات التي تعاني منطقته بيحاول يخصص لها وبالتعاون مع الدراسات مديرة أشغال إربد، وإما أن يكون هناك يعني مخفي هذه المشكلة بحيث أنه مديرة أشغال محافظة إربد هي التي تطلب وتقول بأنها بحاجة إلى تخصيص مبلغ لحل مشكلة كبرى أو مشكلة رئيسية. يعني تخصيص الأموال يتم إما عبر مديرية الأشغال أن تخاطب المجلس المحافظ أننا بحاجة إلى تطوير هذا الشارع، وهو ما حصل وقامت وزارة الأشغال مشكورة بتوسيع هذا الشارع، أو المواطنين يلجؤون إلى عضو المركزية يتحدثون عن مشكلة تواجههم وتطلب منكم تخصيص الأموال في لهذا المشروع. ونحن في مجلس المحافظة للأمانة لم يتم يعني التقصير مع أي طريق أو أي مشكلة بيعاني منها مواطنو محافظة إربد بتخصيص أي مبلغ لحل هذه المشكلة. برأيك أنت كعضو مجلس محافظة لأكثر من دورة، إيش الحل بهذا الطريق؟ والله أنا صراحة أولاً يعني هذا قبل تقريباً 4 سنوات كان الشارع كثير سيء. الآن يعني على مقارنة بالمشروع السابق يعني إحنا الآن بأكبر نعمة، ولكن للأسف ثقافة السائقين عندنا يعني للأسف يعني بيعتقد إنه فقط الشارع له وحده، وهذا يعني إذا ياريت إذا كان كون مبث مباشر تسليط الكاميرا فقط على السيارات التي تسير بسرعات هائلة. يعني الآن يعني كمطب مش رايح المشكلة للأمانة، لكن أتوقع في شغلتين، أولا الكاميرا، الشغلة الثانية الآن إذا بتلاحظ يعني وأنا يعني مش صاحب اختصاص ولكن من الخبرة التي اكتسبتها أثناء ملامزمتي لمشاريع الأشغال، يعني الآن حتى طبيعة الأرض هنا فيها ميلان. الآن السيارة الجاية نزول من جهة الغرب هناك طبيعة الأرض لازم يكون فيها يعني تعلاية حتى يعني يكون ارتفاع منسوب حتى السيارة ما يكونش فيها انحراف لجهة الوادي. الآن أخيراً نحن نطالب وزارة الأشغال بيعني حل المشكلات الفنية في هذا الطريق. حل سريع وآني كاميرا. صراحة يعني الآن مشكلتي يعني اللي بعاني منها التجاوزات الخاطئة، السرعات الهائلة يعني سريعة جدا، فالآن وجود كاميرتين بالأعلى وبالجهة الثانية يعني شرقا وغربا هذا حل سريع، والآن فعلا راح تجبر السائقين بأن يلتزموا بتخفيف السرعات، لأنه الآن يعني للأسف يعني من أمن العقوبة أساء الأدب، يعني سامحنا على التعبير هذا لأنه هذا واقع ما نلتزم إلا إذا فعلنا العقوبة. شكرا. يعني كما ترى إخلاص هناك بعض المشاكل الفنية البسيطة التي قد تستطيع مديرية الأشغال حلها ببساطة، وكما قال يعني عضو اللامركزية أن مجلس المحافظة اللامركزية جاهز لدفع وتخصيص أموال لهذه المشاكل، لكن نحن بحاجة إلى ثقافة للمواطن وللسائق. وهذا الجانب الأهم هو أن نشتغل أو أن نعمل على ثقافة المواطن أو ثقافة السائق، يجب أن يمتلك هذه الثقافة من تلقاء نفسه لأن الأمر يتعلق بسلامته وسلامة عائلته. ابقى معي زياد لننتقل إلى المهندس معن الربضي من مديرية أو مدير أشغال محافظة إربد. أهلا بك مهندس معن معنا. إذن يعني طرحنا هذا الموضوع، موضوع طريق وادي الغفر. البلدية تقول بأنه تم تقديم شكاوى من قبل المواطنين لوزارة الأشغال ولم تلقي بالا لهذه الشكاوى نظرا لخطورة هذا الطريق. مجلس المحافظة يقول بأنكم كمديرية أشغال محافظة إربد لم تقوموا بطلب أي مخصصات لتوفير عناصر السلامة المرورية بشكل أكبر. ماذا ترد على كل هذا الكلام؟ أخي العزيز، أولا كوزارة أشغال لا ولن نتقاعص في تأدية أي خدمة هي من مصلحة المواطن الأردني في أي مكان وفي على أي قطعة على أي بقعة من أرض المملكة الأردنية الهاشمية الحبيبة. هذا أول شغلة. اثنين، كما تحدث الأستاذ زياد وقال إنه يعني أنا يعني بستغرب والله كل اللي تزين تحدثهم من تقريبا من أعمار فوق 40 و50 سنة. طيب أنا لما بتحدث وذكر تم ذكر هذا الشيء من قبل بعض المواطنين بأن هذا الطريق قبل حوالي 5 أعوام أو 6 أعوام كان عبارة عن هو مسرب واحد فقط للسير لا يتعدى عرضه حوالي 5 إلى 6 متر، بينما قامت وزارة الأشغال العامة والإسكان أثناء تنفيذ طريق الدائر إلى إربد بوضع حل مناسب لهذا الطريق، وقامت بتوسعة هذه الطريق ووضع الحواجز المعدنية على جانبي هذا الطريق. حتى الآن ثقافة السائق زي ما تفضلت وحكيت، وأنا شو ذنبي إذا أنا بحط قارمة سرعة على الطريق مثلا 60 والسائق تتجاوزها وبصير على هذا الطريق بسرعة 90؟
جميع الحوادث التي تحدث على طرق المملكة الأردنية الهاشمية والتي اتخذ عليها وزارة الأشغال العامة والإسكان أتحدى تحدي من خلال دورة تدريبية عملت وخلال بحث عمل من قبلي أنا شخصيا على 4 محافظات الشمال بأن هناك أي تسبب من جراء الطريق هو الحادث، وإنما هو سوء استخدام من المواطن للطريق، سواء كان سرعة زائدة أو تجاوز خاطئ أو عدم وضع حزام أمان أو الأكل أثناء القيادة أو استعمال الهاتف أثناء القيادة، كل هذه تؤدي إلى هذه الحوادث على هذا الطريق. الآن الأخوان بالمركزية بتحدث بقول لك إحنا وزارة مديرية الأشغال ما قدمت لنا طلب. طيب ما أنت يا أستاذ أحمد المعابري أنت نشي فريقنا، أنت بالذات نشي فريقنا على عملية وضع المخصصات في الأماكن المعينة وفي الأماكن التي إحنا نرغب بها وأنت ترغب بها. يعني إحنا كوزارة أشغال بنقول مثلا بنا للطريق الفلاني كذا كذا كذا، هم عندهم أولويات أخرى، وأنا ما عندي مشكلة بيتم وضعه من أولويات عندهم سواء كان في تنفيذ طرق أخرى أو في أماكن أخرى. عناصر السلام المرورية، عناصر السلام المرورية في الدورة القادمة أو في الوضع الميزانية للعام 2025 طلب منا شخصيا من مدراء الأشغال من قبل معالي وزير الأشغال بأن يكون هناك مخصصات للسلام المرورية على الطرقات. نعم. لأن السلام المرورية على الطرقات أصبح أي حادث بصير على الطريق هي مسؤولية وزارة الأشغال عن مسكان إذا كانت طيب هم بيطالبوا الآن يعني من ضمن الحلول جزيرة وسطية وأيضا وضع كاميرا، هل من الممكن تحقيق ذلك؟ الجزيرة الوسطية أتوقع الجزيرة الوسطية حاليا من الصعب أنه تنفيذ جزيرة وسطية على العرض الموجود بالطريق، لكن مع هذا الكلام إحنا ممكن انه الفصل بحواجز نيو جيرسي على جزئيه الطريق المنعطف النازل بالواد تحت. نعم، والان بنشاهد على الشاشه مهندس معا يعني كميه كبيره من الحوادث على هذا الطريق الخطر، ويعني هذه المشاهد تم الحصول عليها من دائره السير لهذا الطريق. يعني نريد حل حاسم لهذه المشكله الى جانب ثقافه السائق وثقافه المواطن. هل الحل يكمن بتركيب كاميرات، وضع مطبات، وضع جزر وسطيه؟ ما الحل؟ الكاميرات هي جزء لا يتجزأ من اعمال الحل السلام العام على الطريق. نعم ممكن، ولكن احنا كوزاره اشغال احنا ما لنا عوائد فيها الكاميرات. يعني الكاميرات مع السير مع البلديه المعنيه في تلك المنطقه ممكن يضعوا، لانه عوائد المخالفات تعود الى البلديه المعنيه في هذه الحاله. احنا كوزاره ما يعني مش من ضمن اختصاصكم، نعطي تصريح ما عندنا مشكله باعطاء تصريح لوضع كاميرا على طريق وزارة الأشغال العامة والإسكان، وكون هناك مردود مادي للبلدية المعنية بهذا الشيء. نعم، أيضا يعني كان هناك يعني مطالبات من المواطنين بتوفير أو بوضع مطبات، هل المطبات أيضا تفي بالغرض؟ ما يعني بدك صراحة يعني المطب، يعني احنا خلينا ناخذ مثال بسيط جدا، طريق البد عجلون عليها أكثر من 30 مطب، تستغرق المسافة من إربد لعجلون يجب أن تستغرق ما يقارب 25 دقيقة، بينما بوجود المطبات أصبحت تستغرق 45 دقيقة. يعني مش كل الحلول دائما تكون بوضع مطبات، ولكن إذا كان المطب هو ضرورة لابد منها أو شر لابد منه إحنا بنضعه، ما عندنا مشكلة بوضع المطبات على هذا الطريق للحد من نزف الحوادث على هذا الطريق ماديا وحياتيا. نعم، احنا بدنا نشكركم دائما وابدا على جهودكم كمديريه اشغال محافظه اربد. يعني كان هناك يعني جهود واضحه لهذا الطريق الذي عانى منذ عشرات السنوات من التهتك بالارضيه وايضا بالبناء التحتيه، وقمتم بجهود كبيره لاصلاح هذا الطريق وتوسعه الطريق واناره هذا الطريق. شكرا جزيلا مهندس معن الربضي مدير اشغال محافظه اربد. ونعود اليك زياد، اذا المهندس معن قال بأنه لا يوجد أي مانع من قبلهم كمديرية أشغال محافظة إربد بأن يقومون بإعطاء تصريح لتركيب كاميرات ومن ثم تعود بمردودها على البلدية. أنقل لك هذا الرد لتنقله إلى ضيوفك. بالفعل خلاص مديرية الأشغال قامت بتوسع كما قلت، بالإضافة إلى أن المطب ليس حل. سأنقل هذا إجابة للأستاذ أستاذ أحمد. فضل هنا، فضل أستاذي. أستاذ أحمد، يعني يقول مدير الأشغال أن مديرية الأشغال جاهزة لوضع كاميرات، لكن كما أنت تعلم أن الكاميرات هي اختصاص للبلديات. المطب هو ليس حل بالنهاية، لكن إحنا الآن
كمجلس محافظة إيش دوركم بهذا الموضوع؟ بدي أعرف أنتم كمجلس محافظة لما شارع زي هذا الشارع تقع عليه عشرات الحوادث يوميا والأشغال حاولت حل المشكلة ولم تستطع أو لم تنهي المشكلة بشكل كامل، قد تكون خففت منها ما انهتها، انكم كدوركم ايش رايكم؟ يعني الان مدير الاشغال بقول انا متعاون، بدكم جلسه بعملكم حاجز، بدكم جزيره وسطيه ممكن، كندرين ممكن. برايك ايش الحل؟ يعني احنا بنرجع بنقول للامانه عطوفه المهندس معنا الرمضي من الناس المتعاونين بيسمعوا الكلام، هناك تشاركيه ما بين مجلس المحافظه ومديره اشغال، وممكن من اكثر المبالغ التي وضعت على الموازنات السابقه لمجلس محافظه اربد مع مديرة أشغال، وكان تنفيذ يعني رائع وفعلا بعود عليه على المواطن بالخير المباشر إن صح التعبير. لكن احنا بنرجع بنقول يعني هناك تعاون، وأنا أؤكد على أنه نحن جاهزون في مجلس محافظة أربد أي مطلب تنفيذه من قبل مديرة أشغال محافظة أربد، ونحن نثق بمطالبهم، وعادة هم إذا طلبوا بيطلبوا للمصلحة عامة ولن يكون هناك مطالب شخصية، فنحن جاهزون في الموازنة القادمة إذا كان هناك مخصص لهذا الطريق أو هناك دراسة لهذا الطريق بوضع المبلغ المناسب، وبإذن الله تعالى نقصر إن شاء الله. سنتابع إن شاء الله وسنتابع لاحقا في تقرير، يعني متابعة لهذا التقرير إن شاء الله يتم حله قريبا. شكرا لك.